اختتمت مسابقة رالي مصر السادس لريادة الأعمال على شواطئ مدينة العالمين بهدف تشجيع المشاريع الناشئة وتحويل الأفكار إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع. خطوة نحو تشجيع المشاريع الناشئة وتحويل الأفكار إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع. انطلقت فعاليات ختام رالي مصر السادس لريادة الأعمال تحت رعاية جامعة الدول العربية وبتنظيم مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على شواطئ مدينة العالمين. ده رسالة مهمة جدا لكل شباب مصر وكل شباب الأمة العربية. هذا هو الاهتمام، هذا هو هذه الدولة وراء الشباب في كل نجاح بيعملوه. فكر، حط فكرتك، طلع اللي جواك، هتلاقي ناس تدعمك، الدولة كلها معاكو. مسابقة كبيرة ما بين شباب الجامعات في مجال ريادة الأعمال وكيفية استخدام أو يعني تطوير قدراتهم لمجابهة المستقبل والاستعداد لدخول العصر الحديث في يعني بالجوبس الجديدة يعني الأعمال الجديدة اللي موجودة في العالم كله. الفعاليات تقام بمشاركة وحضور طلاب 14 جامعة حكومية وأهلية مصرية بعد ساعات من التدريب وتعرفهم على أفضل قصص النجاح ومقابلة الخبراء والمشاركة في جلسات التوجيه الفردية. مسابقة فدت لنا حاجات كتيرة جدا، من ضمنها ان احنا نفهم الإيكو سيستم اصلا بيبقى ماشي ازاي، الاهتمام بالكاستمر بالكومبيتيشن، يعني ايه نبقى فاهمين الكونسيومر محتاج ايه ونقدم له البرودكت اللي هو يتناسب معاه. فطبعا في الثلاث شهور اللي فاتت المعلومات اللي احنا اخدناها من الاكاديميه فادتنا بشكل كبير جدا جدا في البروجرس بتاع المشروع بتاعنا. احنا بنساعد الناس ان هي تزود دخلها عن طريق استغلال المساحات الفاضيه سواء كانت فوق الاسطح او في البلكونات، وبنساعدهم في الزراعه يقدروا يزرعوا منتجات في بيوتهم، وعن طريق الابلكيشن بتاعتنا يقدروا كمان ان هو اكستشينج الزراعه مع جيرانه ويقدر يزود مصدر دخل بتاعته، زائد ان هو بيكون ليه مصدر لدخل جديد. منتلاينز هو بلاتفورم بسيط مهتم بالصحه النفسيه، بنقدم رحله متكامله لصحه نفسيه افضل. اول ما بتحس باكتئاب قلق توتر بتدخل على سايت تعمل اختبار بسيط يقول لك انت فين النهارده وصلت هنا ازاي، ويرسم معاك رحله متكامله لصحه نفسيه افضل بتشمل كورسز رحلات علاجيه اونلاين جروب ثيرابي وخدمات تانية كتير بتقع في اطار العلاج السلوكي المعرفي. تعد فعاليه رالي رياده الاعمال واحدة من أكبر مسابقات ريادة الأعمال في مصر، والأمر ليس مجرد منافسة عادية ولكنه برنامج كامل لريادة الأعمال يشمل الجلسات والدورات التدريبية والإرشادية.